تواصل مملكه البحرين تسجيل انخفاض في اعداد الحالات اليوميه لفيروس كورونا حيث اعلنت وزاره الصحه في اخر احصائيه لها تسجيل 3260 حاله قائمه جديده ليصل العدد الاجمالي للحالات القائمه الى 37551 حاله منها 106 حالات تتلقى العلاج في المستشفى و17 حاله في وحده العنايه القصوى هذا وتم تسجيل حالتي وفاه خلال اليوم كما اعلنت وزاره الصحه تعافي 5500 مئة حالات إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى أربعمائة وتسعة ألف وأربعمائة وخمس وثلاثين حالة.